رقص أحلام ووعد أمام محمد عبده يعرضهما لهجوم حاد، كادتا تسقط أرضاً وتصرف لافت من الأخيرة. تبي مني عيوني بس. نشرت الفنانة السعودية وعد مقاطع فيديو تجمعها بفنان العرب محمد عبده والفنانة الإماراتية أحلام الشامسي خلال تواجدهم في أحد الأعراس في الرياض. وظهر الفنان محمد عبده وهو يغني ويعزف على العود خلال حفل الزواج، والفنانة وعد ترقص وتتمايل على أنغام إحدى أغانيه. وأوضح فيديو آخر الفنانتين وعد وأحلام تؤديان وصلة رقص على أنغام أغنية للفنان محمد عبده خلال الزفاف، وكان لافتا خوف وعد على أحلام من السقوط أرضا بسبب ضيق المسرح اللتان كانتا ترقصان عليه. وحظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد الخلاف الطويل الذي كان بينهما، إلا أن عدد من رواد السوشيال ميديا هاجموا الفنانتان بسبب طريقة الرقص واللبس. وعلى صعيد آخر، فقد نشر سابقاً مبارك الهاجري زوج الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي مقطع فيديو لهما من داخل إحدى المحلات التجارية، وفي التفاصيل ظهرت أحلام وهي في قمة السعادة بعدما اشترى لها زوجها مبارك هدية باهظة الثمن. وعبرت أحلام عن شكرها بعدما احتضنته ومن ثم صعدت على صوفة كانت بالقرب منهما من أجل تقبيله. وكان واضحا في الفيديو الحب والرومانسية المسيطرة على هذه العلاقة منذ سنوات، وهذا ما أشاد به رواد مواقع التواصل الاجتماعي متمنين للثنائي الفرح والسعادة دائما. وانتشر منذ أيام مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أثناء قضائها إجازة مع عائلتها، وفي التفاصيل نشرت صفحة مهتمة بأخبار المشاهير على حسابها عبر إكس مقطع فيديو لأحلام يوثق انزعاجها من تصرفات البعض أثناء سفرها، حيث قالت: طلعت أنا وبناتي للمول، ما قدرنا، كل اللي حوالينا يصورون بشكل فظيع، طيب صوروني أنا، بناتي ما أبي أحد يصورهم، ما أحلل. طالعين رايحين نتمشى، نزلنا شوي نبغى نروح المول ما قدرنا. وتفاعل الجمهور مع الفيديو، فانقسمت التعليقات على الشكل التالي: أبسط حقوقة صراحة، لكن وش تسوين المرة الثانية، حاولي تحط حدود أكتر بينك وبين الناس. والبعض الآخر قال: حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية غيرك، فالمفروض هي مشهورة بس يحق لها تستأنس هي وعيالها من غير إزعاج، والمفروض يستأذنون منها قبل ما يصورون. وكان قد تصدر رد الفنانة الإماراتية أحلام على إحدى المعجبات التي طلبت يد زوجها خلال الفترة الماضية، وفي التفاصيل شارك بطل الراليات القطري مبارك الهاجري مقطع فيديو عبر حسابه ظهرت فيه زوجته الفنانة الإماراتية أحلام وهي تطهو السمك، بينما يوجه لها مبارك عبارات المديح والغزل: مكاني بين النجوم ما عارف شكل الظما وما. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.